محلات 5 دراهم كتقدم للزبناء ديالها مجموعه من المنتوجات باثمنه كتبان مناسبه، الا انها في الحقيقه تقدر تشكل خطر حقيقي على المستهلك. المحلات ديال 5 دراهم خاصهم ضروري المراقبه، الا ما كانتش المراقبه راه بنادم كيتهلك. بحال دابا حنا دابا نيت غاديين نديروا لها تحليلات، علاش حنتي هذاك الشيء بخصوص الماكله اللي كتاكل؟ يعني بحال المعلبات، هذيك النهار انا خديت حك طماطيسه والله الا لقيته كامل في يدو تحساكم شنو نديرو؟ ما عرفتش غادي نقول لك، لان الحاجه كدير 5 ديال الدراهم بعدا انا ما عنديش فيها الثقه. كنصح المواطن باش ياخذ الجوده، يزيد شويه ديال الثمن وياخذ الجوده. مجرباهم ولكن بالنسبه للمواد الغذائيه لا، كندير عاد داكشي ديال النظافه حيت ما تنطيقش نقول ربما تكون شي حاجه ما تتوافقش ولادي حيت عندهم الحساسيه، ربما تضر شي واحد ما تضرمش. الوغ انا هذيك ربما ايفيتي. وباش نعرفوا مدى الاقبال على هذه السلع والسبب وراء ثمنها الرخيص، توجهنا لاحد الاسواق في مدينه الدار البيضاء وخدينا راي التجار في سلعه الريكلام. اقبال على بالنسبه لهذه السلعه ديال 5 دراهم، ماشي جميع الفئات كياخذوا هذه السلعه هذه، حتى الجوده ديالها كتكون ناقصه، وكيضطروا كيكونوا مضطرين انهم يشريوا هذيك السلعه ديال 5 دراهم. بالنسبه لهاد السلعه هادي انا عمري ما درتها الا ما كنتاجروش فيها، والناس اللي كيتاجروا فيها فهم معروفين، كيكون الناس اللي كيبيعوا ويشريوا هذيك السلعه ديال 5 دراهم كيمشيو عند هذوك هما اللي المحلات اللي كيكونوا هما اصلا موفرين لهم هذيك السلعه ديال 5 دراهم، علاش هذيك السلعه ديال 5 دراهم هما كيشديو وهما اللي كيقادوها. الا دخلتي عند صحاب 5 دراهم ما تلقاش عندهم كلشي ب 5 دراهم، كلشي تلقاه كلشي تزيد. دابا اش كيدخلوا الكليان كاين المستهلك سميتو ما بقاوش كياخذوا في الاول، كيلقاو هذاك الشيء كلشي تزاد درهم تزاد 10 دراهم ما بقاوش كياخذوا. كاين المايس كاين كاع دوك الشيء ديال المطيشه ديال الباكي هذوك ديال الساشيات وهذاك الشيء، كلشي تزاد دابا طلع في الثمن. دابا اكثريا غيولي ب 6 دراهم ولا كنبيعوهم ب 6 دراهم ما بقاوش ب 5 دراهم. بالنسبه للجمعيات اللي كتهتم بحمايه المستهلك، المواد الغذائيه اللي كتباع في محلات 5 دراهم خطيره على الصحه، والمفروض ان المصالح المختصه تشدد المراقبه عليها. بالنسبه لهاد السلع اللي هي ديال 5 دراهم وما كيتسمى بالريكلام، هي اصبحت منتشره في جميع في الشوارع في الازقه في هذا في الاسواق العشوائيه، وهاد السلعه ديال 5 دراهم هي في الحقيقه ليس لديها جوده، وهي تشكل واحد خطر، وبالاخص هذيك السلع المنتوجات الغذائيه، لانها العدد منها اصبح اسمه الصلاحيه او التاريخ الصلاحيه منتهي، وكاين واحد العلب كعلب ديال العواصير وكعلب ديال السمك كك الى اخره، هي منتوجات الصلاحيه ديالها انتهت وال ما معروفش الاصل ديالها، وحتى الصنع ديالها والمكونات ديالها ما معروفاش. اللي فهمنا ان الريكلام ولا حتى في المواد الغذائيه ومحلات 5 دراهم انتشرت بشكل كبير، خاصه وانها كتمشى مع القدره الشرائيه لفئه واسعه من المواطنين. ولكن كيف كيقول المثل، عن رخصو تخليه من السوق.